وإياكم من خلال هذه التظاهرة الفريدة، التظاهرة الإماراتية من مسيرة الاتحاد التي شرفها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والسمو الشيوخ. من هنا من وطن الآباء والكرامة في مسيرته الطيبة، مسيرة متواصلة مظفرة. الإنسان هو محورها الأهم في موطن الفضل معدن الأفضال. من عمادنا الأسنى وحسنة الدهر الحسنى، من وطن جل في نفوسنا قدره وسار مسير الخالدات النيرات ذكره. هنا في هذا الوطن تكتمل مسيرة الاتحاد، ليست سيرة ذاتية لكنها مسيرة لأمة برجالها وقصة كفاحها، تؤكد في كل تفاصيلها أن الأحلام قابلة للتحقيق طالما صاحبتها عزيمة صادقة من قيادة لها رؤية فريدة، رؤية ثاقبة، عزم أكيد، ووعي قادر على استيعاب دروس التاريخ وتغيرات الحاضر. هذه الإمارة تعزي مفخر وطني، يفنى الزمان وتبقى ليس يفنيها. لنا بها رفعة أفضلها نعم كثيرة وأياد ما نؤديها، دار لنا زايد أرسى دعائمها، لو الفضائل أعيت من يجاريها. غابت الشمس أبقت خلفها وطنا ينير للناس مظلمة نواحيها. دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ماضية في مسيرتها الخيرة في تعزيز بنيان الوطن وبناء الإنسان، أغلى ما تملك الإمارات، روح الاتحاد الذي يجمع القيادة وأبناء شعبه، شعب هذا الوطن على الخير والمحبة والتكاتف. مسيرة الاتحاد ستمضي بنا إلى آفاق رحمة، رحبة من التقدم والتنمية بتعاضد وترابط عرى الوطن وأبنائه. إلى هنا نختم معكم هذا النقل الحي المباشر من هنا من العاصمة الوحدوية أبوظبي. إلى الملتقى في مناسبات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.